الأصحاح السادس عشر. قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم. سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟ وتساءلوا: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول. وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب. فقال له تلاميذه: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.